نائج الدب خش في مرة منيح مدعسها. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية حمودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هون بلاكي سوبر ماركت مع الأخ صهيب. صهيب يعطيك العافية. الله يعافيك. أنت على الفلوج حاليا. أيوة. عندي مليون متابع. أيوة. شو بتحب تحكي لهم؟ إنه إيش أحكي لهم؟ استمر وفيديوهاتك حلوة كثير. رائع جداً. رائع. ورائع جداً. شب شب. فوق تنجلد يعني مش عارف شو أحكي لك، لازم أخفف عنك. هذا الضرب هذا كلياته تمثيل، ولا أنا بدعس على وجهه. بين القوارير المكسرة. ما بتعرفني بدعس على وجهه حمود. قدها أنت هاي ولا معفن؟ دي لازم كترها مقاطع الحمام. شو الأخبار؟ والله تمام. وين تتبين؟ والله كنت عند الدكتور. شو مالك خير؟ حمامتي ملتهبة. شو؟ حمامتي ملتهبة. شو مالك؟ صايرة حمراء هيك تشوفها؟ روح نسرف. انت بدك نكسني شرفك شوفها. شوف كل خرا يا سلمي. في ان شاء الله اليوم صورت سحر من الاخ. سحر من الشباب. السلام عليكم. يعطيكم العافية شباب. جئنا اليوم الى لاكي سوبر ماركت لاجراء تجربة علمية. محمد مروان هل تعلم انه في يوغوسلوفاكيا اسمه يوغوسلوفاكيا؟ شو اللي شو المصطلح يوغوسلوفاكيا؟ اسم هالبلد يوغوسلوفاكيا ده انجليزي ده نجي؟ مش عارف. لا يوغوسلوفاكي فيومي. يوغوسلافيا. 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 لايك. يوغوسلافيا. ايوه. بقول لك للشباب اللي لسه مش متجوزين كيف بيعرفوا حظهم. والله نغرق المحل شكله احنا. لا ما راح نغرق المحل. اي تجارب علمية باشراف تحت اشراف ناجي القاق. امي. دائما ناجحة جدا. بس بدي كلمة بالله لو سمحت. محمد مروان تعال نشوف اذا حب حياتك موجود ولا لا. انا حب حياتي موجود. ساعدني بالله من بعد اذنك شوي توقف مسح عشان بدك تمسح هذا العالم والناس. بدك تشطف مش بدك تمسح. رح نكتشف اذا محمد مروان رح يلاقي شريك حياته. هاي رح تنفخ. اذا علاقته رح تكون فاشله 100% ما رح تنفخ. خذها وحطها. خذ ما تخاف. شو هذا عم يعني مش هلاقي حب حياتي؟ بسرعة. ترى بدها تفقع والله. بس مسكين حظه لمحمد مروان هاي باليوغوسلافاكي. بعرف شو معناتها بس بشكل عام معناته انه ما راح اعطر عليه. كان معكم من يوغوسلافيا محمد مروان وناجي القاع الساحر. ناجي القاع. ممكن نخبيها قبل ما يجي زباين. اخ يما يما هذا طلع فيها برا. وانتهت التجربة العلمية. شكرا. السلام عليكم. السلام. لا ناجي خلاص روح روح خلاص. كل عم بنصحه ما يروحش البحرين. ايش من روح البحر روح بس يا رب تسافر واخلص. ناجي لا فوق فوق الرائع. انا ما قوي اقسم بالله. انا يا زلمه انا معي احلق لا اسافر. بقول لك يا رب سافر ونخلص منه هالبني ادم. سافر على قرض. زرعنا البركه. كل الحب كل الحب والاحترام. اخرس انت تحكي صح. استمر استمر استمر. مشكور طال عضوك. الله يسلمك. مشكور. مع السلامه. هلا بيك. شوفك. زي ما شفتوا انا جدا رائع ومشهور. اسمي ناجي القاق. مليون سبسكرايبر. الف يا زلمه كله. امسك لي الكاميرا. امسك لي الكاميرا. ايش مالك؟ الله معك. اوه ماي جاد فانتاستيك. على الكاميرا. شو مالك؟ قاعد بتطلع على البوينت. ركز على الكاميرا. يسامر مش مبين يضحك. ابتسم.
انت سمع طلع ما صدق هذا يا غسان خلقه قصير انا يا غسان خلص ينزل بقى الله يستر لا 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 استنوا 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 يا شباب واعمل حادث الله يرحمه يعطيك العافية الله يعافيك هذا الزلم القوي اللي تحدى الصعوبات هذا البرنامج رعاية سان بنادتو واو This is a Snapcard code سعيدي راح نعمل له edit out حرام حط دفون الدفون يا زلمة بس كندرة اعطيني اما بس عندك خش علي خش علي انا ممتاز هاي قصة قصة على اخر بالله تحية كبيرة بس شكر خاص لعمر القاق واختار هو شوف مدامه من بيت القاق انا معاك لانه احنا رائعين جدا ما هو مش قادر اسبع در القاق بس عمر قصه طرمه يعني انت الله معك ناجي تفاعلك صح ناجي تفاعلي لا والله واحلى تحيه لابو ناجي ايوه أهم تحيه لابو ناجي هاي مش مدفوعه هلا ليش تحيه ابو الناجي لانه خلف ناجي يا ريته مخلفه معي طاقية كسر البسه لا تعود انك ما تلبس طبعا تعرف شو هاي؟ لما كان عمري 8 سنين اكلت شبشب والله من مين؟ 3 قطط شو؟ تبع عليها؟ ايوه صح؟ انا ما اكل شبشب فتح راسي من ناجي صح؟ لا كان عمري 8 سنين هيها وتعال نعد شعرات حمودي يلا عد 1 2 كمل خلصوا فحمودي ما بدك يعني اسافر يا زلمة يا رب تسافر ونخلص منك يا خلاص باي لون يا رب